السلام عليكم. هذه الطريق هي الدوج ديال ما شاء الله. من الطريق هي الدوج ديال هما كانوا قطع لهم الكهرباء. الحمد لله تم استعادة بعض المناطق الكهرباء. هذاك الضو شاعل من الفحية. Thank you.
18 يحول ولا شنو؟ هذيك العنصر وين اخاوة مزيان؟ يا قدامك يا قدامك يا حدك تم قدام بشي 15 دي المترو. شوف هذا جنين الزيتون ومزروعة فيه الدرة وما خلتش الدرة الزيتون يحترق في خسارة جينا معطلة هنا نطيرو واحد مشهد عاجب قلت لك اخاي من فوق العافية ومن هنا العافية ومن هنا العافية مشهد عاجب عاجب الله لا تشوف هي الضرا العافية والضرا ما يوصلش هي اللي حمت الزيتون طبعا الضرا ما خلاتش العافية تحس الزيتون مرة سبحان الله لا. شحال باقي دابا من كيلومتر البوش ديال؟ شحال باقي البوش ديال دابا الجامع؟ الجامع هاي وصلنا اللي دابا هي قريبة للجامع قريبة قلت لك انا كل هنا ملي ندور الدورة شوفوني عا غادي نقول لك غادي غدا ماروشي دورة ان شاء الله يطول كيف لا دابا لا قال لي جيتو منها نقولوا راه نقطعوا على اخرى
ولد العم مشيت عبرت لهم كشي كيف ركب ليت عند القلوبين باش يبقى يحترقوا لهم البطولات باش هو ديما باش عاد قلت لهم ديك المشكل وحيت لهم ديك الفروات قدام اللي كياكلوا الضو وجبت لهم قيراطة قيراطة دابا كيردوا الدنيا قايلة هنا ولا مني اللي يبرى على تحت شوف الداعينا الله يا ودي الضو بياض راه شي حاجة اقتصاديا الله يا ودي اخوان تبارك الله يكون وصلنا دابا الجماعة ديال وجديان نشوفوكم في شي ساعة هاكا احسن من هادي الجامعة ديال وجديان هي هادي كيما كتلاحظو هادي في الجامعة هادو عليه ديال هادو ديال الرعاية المدنية أخوات الجماعة هي هادي والشكر جميعا أخوان تبارك الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.